بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من فضائية الخرطوم وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون المدني والمكون العسكري تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية بالكامل. والي الخرطوم المكلف لدى اجتماعه بالمديرين التنفيذيين يطالب المحليات بإعطاء أولوية لموجهات تحسين الخدمات. سلطات ولاية الخرطوم تواصل اجتماعاتها لترتيب مؤتمر تنمية وتطوير الولاية. مرحبا بكم. تم بالقصر الجمهوري التوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري والذي يضمن تشكيل حكومة مدنية بالكامل، ويمهد الاتفاق الطريق لتشكيل حكومة مدنية وسط حضور إقليمي ودولي ضمن الآلية الثلاثية والسفراء وممثلي الحياة الدبلوماسية. ووقع على الاتفاق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو. ووقعت القوى السياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية وتغيير المجلس المركزي وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان، فيما وقع المكون العسكري والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات. وقال فولكر بيرتس الذي خاطب مراسم التوقيع إن هذا التوقيع بمثابة أساس جديد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان. وهنأ فولكر الشعب السوداني بهذا التوافق والتوقيع السياسي الإطاري ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الاتجاه التوافقي. إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته حفل توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بالقصر الجمهوري، أعلن خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالبلاد استجابة لمطالب الثوار، وقال إن البلاد تمر بظرف استثنائي، وأوضح أن التوقيع على الاتفاق يعتبر مدخلا لتجاوز الخلافات والعبور بالفترة الانتقالية، وأشار إلى أن الموافقة والتوقيع لا يعني الاتفاق مع طرف واحد، وإنما هو تراض على قضايا وطنية مع القوى الوطنية لإنهاء الصراع والتشاكس بين القوى المدنية والعسكرية، مبينا أن وجود القوات المسلحة والعسكريين في السلطة أمر مؤقت وغير دائم. وأقر البرهان أن السلطة المدنية مسؤولة عن غايات الوطن وقضاياه، مؤكدا المضي بالعمل على الغايات التي وضعت في الاتفاق. إن بلادنا تمر بظرف استثنائي منذ الإطاحة بنظام الإنغاز في أبريل 2019، وحتى يومنا هذا ظللنا كقوى مدنية وعسكرية في تنافر وعدم انسجام انعكس سلبا على استقرار الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأحاطت المهددات المحلية والإقليمية والدولية بوطننا. هذا الواقع حتى ما يحتم علينا جميعا أن ننزع عن أنفسنا وكياناتنا المصالح المرتبطة بذلك ونعلي مصلحة الوطن والمواطن، فارتضينا من أجل ذلك أن نجلس إلى ما نحن بصدده اليوم، وهو الاتفاق على القضايا الوطنية التي بها أساس الصحيح والمتين لقواعد البناء الوطني. مواطنين الشرفاء، إن الموافقة على هذا الاتفاق لا تعني اتفاق مع طرف واحد أو مع جهة محددة، وأنما هو توافق وتراضي على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلول لها بمشاركة واسعة من القوى المدنية وأصحاب المصلحة بنية الوصول لمخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية
والقوى العسكرية حتى نمهد الطريق نحو التحمل الديمقراطي الحقيقي. إلى ذلك خطب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري، وأكد التزامه الشخصي والمؤسسي الصارم بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات. أخاطبكم اليوم ونحن نشهد مرحلة جديدة وعظيمة في تاريخ الدولة السودانية، نوقع فيها اتفاقا إطاريا ننهي به الأزمة السياسية الراهنة، لنؤسس لفترة انتقالية جديدة نتجنب فيها الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية. السيدات والسادة الحضور الكريم، منذ بداية الفترة الانتقالية في أغسطس 2019 كانت هنالك اختلافات بين مكونات الانتقال وممارسات سياسية خاطئة أدت إلى ما حدث في 25 أكتوبر، وهو أيضا خطأ سياسي فتح الباب لعودة القوى المضادة للثورة، وقد انتبهنا لذلك منذ اليوم الأول وعملنا على معالجته بالتواصل مع قوى الثورة حتى وصلنا لهذا اليوم. إنما وقعنا عليه اليوم من اتفاق هو خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السياسية ومعالجة اختلالات الدولة وبناء دولة العدالة. من جانبه وصف دكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الجبهة الثورية وصف الاتفاق الإطاري بالحدث العظيم في تاريخ السودان ويشكل فتحا جديدا لمستقبل البلاد. إن التوقيع اليوم الاتفاق الإطاري حدث عظيم في تاريخ السودان ويشكل فتحا جديدا لمستقبل السودان نحو التحول الديمقراطي المنشود، ونحن في الجبهة الثورية السودانية كنا للمساهمة الفاعلة والجادة لإخراج بلادنا إلى بر الأمان، ولم ندخر وقتا إلا وكرسناها لابتداء الحلول. فكانت مبادرة الجبهة الثورية السودانية المعنونة باسم السودان أولا. من جهته أكد الأستاذ الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ممثل القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أكد أن الاتفاق غايته توحيد الشعب السوداني واستعادة بناء دولة الحكم المدني الراشد واستكمال مهام الفترة الانتقالية. إننا في هذا اليوم نستلهم نضال الشعب السوداني من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة على مر التاريخ، ونستشرف عهد جديد يؤسس للحكم الديمقراطي والعقد الاجتماعي الجديد. السادة والسيدات، إن هذا الاتفاق الإطاري عنوانه استعادة الحكم المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وغايته توحيد بنات وأبناء شعبنا تحت ظل مشروع وطني غايم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة في إقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام الانتقال ومقاصد الثورة وتنهي للأبد ظاهرة الشمولية. ومنطلقاته هي ثورة ديسمبر كمنصة للانطلاق نحو بناء السودان الذي يسع الجميع ويوفر الحياة الكريمة لمواطنيه وينصف النساء
ويهتم بغضايا الشباب ويحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي التي أقعدت ببلادنا من اللحاق بركب الأمم في التقدم والتنمية والديمقراطية والاستقرار. إلى ذلك قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يونيتامس فولكر بيريتس قال إن توقيع الاتفاق الإطاري جاء نتاجا لجهود عام كامل لحل الأزمة السياسية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مشاورات واسعة النطاق مع جميع المكونات. وأكد بيريتس أن تشكيل حكومة ذات مصداقية يعد أمرا بالغ الأهمية لاستعادة هيبة الدولة، ووصف الاتفاق الإطاري بأنه ليس مثاليا ولكن يشكل خطوة مهمة للمسار المدني الديمقراطي. ولفت فولكر إلى ضرورة تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية. هذا ويأتي الاتفاق الإطاري في وقت شهدت البلاد فراغا سياسيا وتنفيذيا لأكثر من عام، ويسهم في حل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية. تم في الخرطوم التوقيع على اتفاق إطاري بين العسكريين وقوى سياسية متعددة ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين، تبدأ من تعيين رئيس الوزراء وتنتهي بإجراء الانتخابات. وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية والآلية الرباعية والثلاثية. وحوى الاتفاق الذي نص على 5 بنود رئيسية هي المبادئ العامة والقضايا ومهام الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية والأجهزة النظامية وقضايا الاتفاق النهائي. ويحد الاتفاق المبدئي من دور المؤسسة العسكرية التي سيضعها في إطار مجلس للأمن والدفاع، وهو تحد للقوى المدنية التي وقعت عليه بتنزيل بنوده على أرض الواقع. غابة عابرة على الرمل، وإنما هو ثمرة تراكم نوعي وكمي للمقاومة الباسلة ضد النظام المباد. كان المشهد ولا يزال أسطوريا لشعب يصنع المجد ويكتب تاريخ ويشرئب إلى السماء لينتغي صدر النجوم. الاتفاق أحدث تباين في الآراء من قوى عدة، أبرزها تنسيقيات المقاومة وبعض حركات الكفاح المسلح والكتلة الديمقراطية وبعض تيار اليسار، بينما ترى تنسيقيات المقاومة نفسها بضرورة مواصلة المد الثوري إلى تحقيق جميع مطالبها. منذر عبيد، الخرطوم. مرحبا بكم. طالب والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة المحليات بإعطاء أولوية قصوى لإنفاذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بتحسين خدمات المواطنين وعلى رأسها النظافة وتجميل وسط المدن. وأقر الوالي لدى اجتماعه بالمديرين التنفيذيين للمحليات بقصور المحليات في إنفاذ سلطاتها تجاه تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية والأسواق ومواقف المواصلات ومحاربة العشوائيات التي أصبحت في كل شوارع العاصمة. وطالب حمزة القائمين على أمر المحليات بوضع برنامج عمل عاجل لتحسين وجه العاصمة يعتمد على إزالة التراكمات الترابية والأنقاض ونقل جبال النفايات التي أصبحت منتشرة في كل الطرق والأحياء السكنية والأسواق، إضافة إلى تنشيط أداء الإدارة المعنية بصيانة أعمدة الإنارة وإدخالها الخدمة لأن معظم طرق العاصمة أصبحت مظلمة. وأشار والي الخرطوم لأهمية دعم إدارات التجميل التي أنشئت مؤخرا لتحسين مظهر الشوارع العامة، إضافة إلى تفعيل آليات الرقابة لمحاربة مزاولة الأنشطة التجارية العشوائية. وقدم الوالي تنويرا للاجتماع حول نتائج زيارته لتركيا، وطالب بتجهيز المشروعات لتقديمها لوفود الأعمال والشركات التركية المتوقع وصولها خلال الأيام القادمة. تكثف سلطات ولاية الخرطوم هذه الأيام اجتماعاتها للترتيب لمؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم الذي يعقد خلال الفترة المقبلة، حيث انعقد بأمانة حكومة الولاية
الاجتماع اللجنة التنفيذية التي ترأسها الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد، والذي أكد أن اللجنة التنفيذية شرعت في وضع اللبنات النهائية للمؤتمر. وبشر رابح مواطني ولاية الخرطوم بقرب انعقاد المؤتمر الذي يضع حلولا للعديد من المشكلات التي تعاني منها ولاية الخرطوم. مواصلة لاجتماعات اللجنة العليا لتطوير وتنمية ولاية الخرطوم، انعقد قبل قليل اجتماع خاص باللجنة التنفيذية والمالية لوضع اللبنات الأولى لاجتماع الغد إن شاء الله للجنة العليا للمؤتمر. نوقشت في هذه الجلسة عدد الأوراق، مكان انعقاد المؤتمر، الأوراق المقدمينها، كذلك ناقش الاجتماع والعديد من الترتيبات الخاصة بالمؤتمر إن شاء الله. إحنا سعيدين جدا جدا أن نتواصل هذه الاجتماعات لوضع اللبنات الأخيرة والفاصلة لانعقاد هذا المؤتمر. إن شاء الله نبشر مواطننا في ولاية الخرطوم أنه في خلال الأيام القادمة سيعقد هذا المؤتمر الذي سيكون له ما بعده من بشريات لمواطننا في ولاية الخرطوم. بدأت لجنة ولاية الخرطوم للتخطيط العمراني في اجتماعاتها برئاسة مدير عام الوزارة المهندس حسن عيسى، بدأت اعتماد الخرطة الهيكلية للقرى وإدماجها في النسيج الحضري عبر ثلاث مستويات، هي هيكلة عامة للقرية وهيكلة داخلية ثم تخطيط تفصيلي للقرية، وذلك وفقا لقانون التخطيط العمراني الذي تطلع اللجنة بتنفيذه. وأجازت اللجنة في هذا الصدد هيكلة قرية قبل جاي بجبل أولياء بتحديد الشوارع والخدمات توطيئة لتخطيطها تفصيليا. كما أجازت اللجنة عددا من القرارات التخطيطية الخاصة بمواقع الخدمات العامة وتعديل وتجديد قرارات تخطيطية لاستيعاب الاحتياجات الراهنة والتصديق على فرز مجموعة من الأراضي وفقا للطلبات المقدمة من المواطنين وإخضاعها للمعايير التخطيطية. دشنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم بمحلية جبل أولياء وبحضور مدير عام الوزارة دكتور سر الختم فضل المولى وعدد من المسؤولين، دشنت مشروع تحسين نزل الماعز عبر توزيع السعانين بعدد 70 ماعز حلوب كمرحلة أولى لعدد 35 أسرة متعففة بالمحلية، وذلك بدعم من حكومة ولاية الخرطوم في إطار مشروع معاش الناس وزيادة الإنتاج للأسر الفقيرة. وعبرت المستفيدة أنوار أحمد محمد عن تقديرها لإدارة برامج ومشاريع تنمية المرة الريفية الذي تنفذه وزارة الزراعة دعما للأسر بالمحلية. إلى ذلك أكد مدير عام الوزارة دعم الوزارة للمشاريع تنمية المرأة الريفية ومساعدة الأسر المتعففة عبر التنمية الريفية والزراعة المنزلية وتربية السعانين، مشيرا إلى خطط الوزارة وبرامجها الموجهة نحو تنمية المرأة وزيادة الإنتاج، داعيا للاهتمام بالمشروعات المنزلية لدورها في تأمين الغذاء. كشف وزير التربية والتعليم المكلف الأستاذ محمود سر الختم الحوري عن أن علاوة طبيعة العمل بلغت نسبة 70% وعلاوة المعلم بلغت نسبة 50%، تشمل جميع معلمي ومعلمات السودان في ولاية البلاد المختلفة، موضحا أن هاتين العلاوتين قد تم تطبيقهما في مرتبات شهر نوفمبر لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم الاتحادية والعاملين بها، وقد تم صرفها في 29 من نوفمبر، مشيرا إلى أنه قد تم ترقية كل المعلمين والكتبة والعمال منذ العام 2012، إضافة إلى إحياء كل الأنشطة المدرسية وتفعيل كل أقسام الوزارة والوحدات التابعة لها. وذكر الحوري أن الولايات لم تقم بتطبيق وتنفيذ هاتين العلاوتين في الموعد المضروب وهو شهر نوفمبر، مما جعل الفروقات تضاف لشهر أكتوبر ليصرفها المعلمون والمعلمات بجميع أنحاء السودان خلال الأيام المقبلة. من فضائية الخرطوم مشاهدي الكرام، قرأت على حضراتكم نشرة الأخبار، وفي الختام تذكير بالعناوين: التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون المدني والمكون العسكري تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية بالكامل. والي الخرطوم المكلف لدى اجتماعه بالمديرين التنفيذيين يطالب المحليات بإعطاء أولوية لموجهات تحسين الخدمات.
سلطات ولاية الخرطوم تواصل اجتماعاتها لترتيب مؤتمر تنمية وتطوير الولاية. وبهذا اكتملت نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.